الحرارة. صدق أنا سمعت معلومة عن البل وعن أنها إيش شو اسمه صبورة وشيء ثاني إذا حقدت ما تنساه لو بعد ألف سنة. هذا نتكلمه. هل هذه صحيح المعلومة؟ طيب. أنا هي ما بعد. أو في موقف يعني يشرح السالفة. هذا موقف يشرح السالفة هذه بحذافيرها. اللي هو الصبر والحقد. اللي هو حقد الجمل. أيوة. الآن يشبه الرجل أحيانا إذا كان حقود يقولوا له أنت والله جمل حاقد. او حقدك حقد جمل او اذا كان صبور يسمي انت جمل صح لا انا شبك الحقد الحقد حلو اللي ما يمس يسمونه بعير لانه ذاكرته ايه؟ قويه البعير يعني عليك الحقد لانه ليش يشبهونه بحقد الجمل حقد الجمل يا اخوان الجمل لا يمكن ينسى اذيه تمسها من انسان لا او من راعي له باحد المرات راعي عنده هلبل ومستانس ومبسوط ازعجوا بعير وهو يقوم على البعير ويقطع قلب البعير ضرب ضرب يوم رجع راع البعير هذا عرف انه واحد خلاص عرف انه 1-0 الجمل نوي لانه اساله بتصير 10-0 يعني راح يصير مليون صفر جمل ما هو هي قال مالي كراعي بل وعارف يعني انه بعير وهذا حقد عليه اي قال خلني اشيل البعير واقلعه واروح ابيعه بسوق صرفه اي راح للسوق وبيع الجمل اصدف يا الايام بعد ما غابت السنين والليالي اصدف يا طبعا الجمل راح من تاجر لتاجر صار مع التجار هذا التاجر آه يعني لكن باع على عبد الله عبد الله ياخذه ويبيع على يحيى يحيى يبيع على صالح ما حد يبيع خلاص تداول لا لا ما يدرون يعني اي كسلع زي سلع سلع اصدف يا الايام ويروح الرجل هذا معزوم عند عرب ديره ثانيه اي على ديره ثانيه يوم جاء الديره وجاء بيته معزب شاف حلاله معزب وتجي عينه بعين ايش لحظه ادراك كيف عرفوا؟ كيف عرفوا؟ مفاجأة أو تفاجؤ البعير به البعير بشاعر ورد تذكر الصوت عليك نور فعرف أنه هذا البعير إيش؟ أو هذا الجمل اللي حاقد عليه أوه اللي زمان إيه؟ قال معناته الليلة أنا من باتي طبعاً مسافات هم ما يقدر يروح ما معه سيارة يدق شلف بس يخلص ويروح قبل فقال مالي إلا المبات الليلة هان وإذا بتت هان الليلة ليلة الانتقام الليلة ينتقم من الجمل يعني كذا كذا الليلة ليلة سودة والرجال مصحصح يعني ايه مخ نظيف ايه مخ نظيف رجل ايه واهل البادية قبل سبحان الله اصحاب ايه فطنة يعني ايه والله يا معزب قال الضيف تريح ونم عطاه العلم ايه لا لا هو الضيف اللي هو الضيف عند معزب ايه معزب قال له تريح وهذا نم عندنا حق الضيافة ايه بالله بالشق ويا حياك الله راح في يوم جاء بساعة سوى شكل الضيف هو اللي هو صاحب البعير الاساسي شكل هيئته وغطاه بالحاف يعني سوى ملابسه حط بشت لأنه هو اللي نايم هان حط بشته مكان ايه وحط الحاف وراح يراقب من بعيد امشي للجمل امشي للجمل امشي للجمل يوم فات بيت الشعر يوم فات بيت الشعر وينطلق مباشرة وين على فراش الرجل شم ريحته هناك ويبرك عليه الله. ما شم ريحته يعني يفكر هذا فراشه وهذاك سوى الحركة اللي هي ايش الخدعة هذه ازبن وهو ينام على قلبه على فراش وتعرف يفرق طبعا البعير حجم الضخم الصدمة ميهان راح الرجل هذا بحال سبيله وكمل حياته وخلص من شر البعير والبعير الآن قناعته التامة انه خلص انتقى فرم وفرم وقام البعير وش كذلك الأمر اصدف يا الأيام وهذا مثل ما قال عبد الله سلعة بيد التجار اللي هو البعير من تاجر لتاجر من تاجر لتاجر وراح هذا خوينا راعي البعير الأساسي اللي قبل هو نفسه اللي حاقد عليه البعير راح يدور على اللهم صل على سيدنا محمد له حلال يشري فراح السوق وهو ماشي بالسوق من اصدفه لا انت شوف المصيبة وين الجمل ايه ده يا ريت انه قال ايه ده الجمل قالوا بعدين من وانا كثير هذا قط بسبع ارواح تلقى البعير يقول انت مين احنا مين وش جابك علينا يا حبيبي انا فهرب قبل كم سنه ليش ايوه حرق سيارات حريه انا مسوي منك يونيوم قبل طيب المهم يوم شاف البعير شاف من درجه حقد ومن قناعته التامه انه كان البعير ذابح الرجل هذا ويوم شافه بالسوق وعقب سنين او عقب ايام او عقب اسابيع هو يتفاجئ البعير وش توقع يصير طق ومات جلطه جلطه طق ومات طق للحقد ما قدر يتحمل الموقف هذا من الصدمه اي انا ذابحك كيف انت عايش وهو يطق انا عايش سعيد ايامي كلها لاني ذابحك واخر شيء تفاجئ انك يعني غدرني بزر انت ليش كذا ضاحك علي بمشتك داش طبعا بقول معلومه من انتهت تفضل اي هذا سلامتك جينا من جامعه جازان لجامعه ابوك عن طريق الجامعه ف
فمعالم سياحية وكذا و... جميل. فرحنا اسطبل. اسطبل ايضا فيه الله يكرمكم حيوانات، مو بس خيول وحصان. احنا جينا هناك المكان هادئ.